رجال لا يهبون المخاطر، هم الجنود المجهولون، رجال الأطفاء لنتعرف سوية على آلية عملهم. جرس الهاتف هو المنبه الأول الذي يتلقاه رجال الأطفاء لتبدأ المهمة، ومنها بقية الاستعدادات لتلبية نداء الواجب. تقع على عاتق رجال الأطفاء مهمات كثيرة، ومنها هي إطفاء الحريق وإنقاذ الحريق. طبعا كل جندي بالزمرة له مهامه، فنحن عندنا جندي الأول والجندي الثاني والجندي الثالث، وكل جندي يعرف مهامه في أثناء الحريق. ونحن في السلم وفي الحرب لا نتقاعس عن أي مهمة توكل إلينا. عملنا يقوم على حماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، وهلأ نحن بوضعنا الراهن بزمن الأزمة الصعبة اللي عايشة فيها سوريا بلدنا الغالي، نحن جنبا إلى جنب وكتفا إلى كتف مع الجيش العربي السوري في كل مجالات عمله وما يحتاجه ما تحتاجه البلد وهذه البلد، ونحن أرواحنا كلها تفيد على البلد. أنا أول شيء بدي جهز الآلية لبلش ضخ المي عن للحريق، وفي حال احتاجوا مواد تانية مثل الفوم أو أجهزة البودرة، في حال في نقص بالعناصر اضطروا أني أنا ساعد مثلا أني أوصل محن خرطية أوصل أجهزة البودرة، كلها أنا ممكن أنه ساعد فيها يعني. وعلى الرغم من خطورة عملهم والخطورة المضافة حالياً على عاتقهم في ظل الاعتداءات الإرهابية التي تتعرض لها بلدنا، بأحد الأيام الساعة 10 مساءً تم استدعائنا إلى منطقة بقدسية، وكان فيها حريق ناشب من افتعال المجموعات المسلحة، فكنا يد بيد مع الجيش العربي السوري، فكان هذا الحريق هو بيحاول أنه يلتهم مناطق متواجد فيها الحواجز والجيش، فنحن دائما موجودين معهم يعني. فهذه المنطقه كان فيها هي منطقه الغام، فرحنا نحن انا والآمر، فبالوقت اللي كنا نحن عم نحاول نطفي الحريق وكانت عتم ومساء، وانه عسى انه الالغام كلها منشاله، ولا بالصدفه يعني بحال القرفصه انا وصديقي محمد دعس هو على اللغم، وانا كنت مقرفص بجنبه عم مد الخرطوم، فوقت اللي هو انفجر اللغم هو فورا راح تجره فورا، انا بحال القرفصه كنت موطئ اللغم عم مد الخرطوم بالانفجار، هو اجره انضربت بعيد عني متر ونص، وانا ضربت بايدي اللغم وبوشي هون. الوطن وحمايته هو الهاجس الاول في تفاصيل عملهم اليومي، ورؤيته سالما هي الغايه الاسمى. هذا يعني اقل من الواجب، يعني نحن سوريا امنا وسوريا بلدنا، من الواجب الواحد على طول يرضي امه ويرضي بلده، ونحن عايشين بهالبلد وإن شاء الله كلياتنا فدا لهالبلد وبدون أي تلكؤ، ونحن مع هالبلد بإذن الله لآخر نقطة دم بحياته. فالحمد لله شو ما صار يصير نحن رح نضل نبقى إيد وحدة وقلب واحد، وإن شاء الله متصلين بعفو الله. بقول لهم كل عام وأنتم بخير جميعا، وقائد الوطن بخير، وبتمنى الكل يضلوا إيد وحدة ويضلوا متماسكين لحتى ننتهي من الأزمة على خير وسلام إن شاء الله. مع رجال المهمات الصعبة كنا اليوم، هم من يلامسون نيران الموت فيطفئوها جنبا إلى جنب مع حماة الديار، لهم منا اليوم في عيدهم وكل يوم تحية أكبار وأجلى. أخبارية السورية من دمشق، سلمى عودة.